اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي هننتقل الى شق اخر وهو الباث اللكشن وذ دي اوسبف. طبعا اول حاجه هنتكلم فيها اللي هي الباث اللكشن وذ اوتو كوست. طبعا قديما في الاول خالص في دراستك للان اي ربما او للان بي، انت عارف ان كل الجوريزم سواء في الديزنس فيكتور او اللينك ستيت بيحسب المتريك بتاعه بطريقه مغايره عن الاخر. يعني ليه جار بي كان بيحسب بالمعادله اللي هو الباندويث والديلاي والريلايبيليتي كلهم بيدخلهم في الايه في المعادله، وبياخد منها باي ديفولت الباندويث وبيرفعه لل يعني بنقول ان 10 اس 7 اللي هو الريفرنس على الانترفيس باندويث او المينيمم انترفيس باندويث في اللينكر بلس مجموع الديلاي مقسوم على 10 كله مضروب في 256. معادله كبيره، لكن في الاس بي اف الموضوع بيختلف. انت عندك الريفرنس بيقول عشان يحسب الاو اس بي اف الطريق بتاعه المتريك بتاعه اللي هو بيعتمد اساسا على الكوست، والكوست دي بتبقى ناتجه من معادله هي عباره عن 100 على الباندويث ان ميجا بت بير سكند. طيب ازاي اول حاجه بشوف ده؟ لو بصينا على راوتر 5 جينا على راوتر 5 وقلنا له show IP OSBF include reference reference خلاص ساعدش. هنا الreference bandwidth unit is 100 ميجا بت بير سكند. طيب 100 بتتقسم على الباندويث بتاع الانترفيس. لو لاحظت هنا ان راوتر 5 عامل للايثرنت لينك باندويث كام كوست كام سوري تعال نشوف راوتر 5 قلنا له شو اي بي او اس بي اف انترفيس اي 01 يقول لك والله هنا الكوست بتاعة اللينكة دي وفين وفين الكوست كام؟ عشرة. ليه؟ لو انت جيت هنا وقلت له show interface E01 include bandwidth، لاحظ ان الباندويث هنا كام؟ 10,000 بالكيلو صح؟ طب لما تيجي تحولها لميجا تقسم على كام؟ على 1024. لا لا على 1000 فقط. على 1000 فقط. ايه الثانية على 1024 دي وحدات الذاكرة. تديك كام؟ 10. القيمة بالميجا لل 10,000 باندويتس بالكيلو بايت بالكيلو بيت سوري تديك كام؟ 10. لما تيجي تدخلها في معادلة الـ OSBF اللي هي 100 على الباندويتس الميجا بيت اللي هو 10 تطلع لك كام؟ 100 على 10 صفر يضرب مع الصفر يبقى معايا 10 على 1 فالكام؟ 10. اوكي؟ طيب ماذا لو كانت اللينكة يعني ساعتها جيجا؟ الجيجا كام؟ يبقى زي ما انت قلت يا ايمن اللينكة الجيجا فيها كام؟ 1000 ميجا سرعتها 1000 ميجا. طب لو 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 بالكيلو هتضرب ال 1000 دي في كام؟ في 1000 1000 1000 مليون رايت صح. طيب تعال نشوف راوتر 100 دلوقتي ونشوف ازاي هنعمل
bath selection with auto cost. انا عايز يجيني في 100 هنا اللوب باك بتاعت راوتر 7. طبعا مين عارف اللوب باك بتاعت 7؟ راوتر 10. بس اللينك هنا موجوده في اريا مختلفه. خلينا نشوف الراجل ده عامل بيرنج مع 13، مش عامل بيرنج مع 6 و10 و9، مع 10 و9 و8. راوتر 8 شو اي بي يو اس بي اف نيبر 13 بس. كونف تي انترفيس اي 0 2 اي بي او اس بي اف 1 اريا 8 9 10 مش كده؟ دي الاريا اللي رابطه المفروض راوتر 100 براوتر 9 براوتر 10 براوتر 8. المفروض هو عمل بيرنج دلوقتي مع 9 ومع 10، المفروض كمان يعمل مع 8 الا اذا كانت اللينكة دي مقفولة على 8. نشوف على 8 اللينكة مقفولة ولا لا. شو اي بي انترفيس بريف 02 اب اب شغال 10 20 30 10 20 30 دي شغال انترفيس بريف 02 10 20 30 دوبينج 10 20 30 8 في ريبلاي. نشوف النيبر مره ثانيه. دي شو اي بي او اس بي اف نيبر. اورايت 8 في التو واي و 9 و 10 موجودين معايا. نبص مره ثانيه على الراوتنج تيبل بتاع راوتر 100. هلاحظ هنا ان اللوب باك اللي موجودة على راوتر 7 اللي جايالي عبر التنل جاي من ثلاث مسارات، لاني شايف المسارات هنا متساوية 1010 1010 1010 ألف سوري 1011 1011 1011 أوكي؟ طيب لو قلنا طيب هلا أستاذ هون أنت عم بتقول إنه الآن جاي من ثلاث من ثلاث من هي ثلاث مسارات إيه؟ بس هو يعني عم بقول له إنه فيا ال 20 اللي هي 30 10 و 30 9 يعني مو عم بقول لك فيا مثلا تنل تنل تنل. أيوه ليش؟ أيوه أنا هقول لك لأن راوتر 100 أنا واقف على راوتر 100 يا صديقي. اها على راوتر 100 شايفها كده على اللينكه دي من هنا وعلى اللينكه أيوة. دي من هنا وعلى اللينكه دي من هنا 10 أيوة. يشوفها عبر التنل و9 يشوفها عبر التنل و8 يشوفها عبر التنل. ماشي فهمت عليك تمام. طيب انا دلوقتي عايز استخدم الباث سلكشن ان انا اخلي 100 يطلع عبر راوتر 10 فقط يوصل للشبكه دي. ازاي ازاي ممكن استخدم الحدوته دي؟ راوتر 100 هنا شايفها كام؟ شايفها 1011. 1011 ليه؟ لان اللينكه دي الكوست بتاعتها من هنا لهنا كام؟ 10 وكوست التنل 1000 وكوست اللوب باك بواحد يبقى كده كام؟ 1011. طيب لو جيت غيرت الباندويث ريفرنس على راوتر وليكن مثلا 10، نيجي على 10 شو اي بي او اس بي اف الباندويث ريفرنس عندي كام هنا؟ 100. هو هيشوف شو اي بي
اس بي اف انترفيس بريف شايف التنل بكوست 1000 وشايف الايثرنت بكوست كام؟ بكوست 10. دلوقتي لو انا غيرت الريفرنس باندويث خليته بدل ما 100 خليته 200، الكوست تتحسب ازاي؟ هل ده هيأفكت معايا الطريق ولا لا؟ تعال نشوف. كده كونف دي احنا قلنا المية لما اتقسمت على 10 طلعت لي 10. طيب لو خلينا الباندويتس ريفرنس 200، 200 على 10 فيها الكام؟ فيها ال 20. هنقول له باع او اس بي اف اوتو ريفرنس اوتو كوست ريفرنس يعني اوتو كوست ريفرنس باندويث، قال لي يحط القيمه اللي انت عايزها. بيقول لي بليز انشور ريفرنس باندويث از كونسيستنت اكروس اول راوترز، لان ده ممكن يديك حسابات متغيره. طيب لما نقول له هنا دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس بريف، بص الكوست اصبحت كام هنا؟ قسم ال 200 على كام؟ قسم ال 200 طيب على 10 طلع 20 معايا. السؤال هل ال 20 دي هتنتقل لراوتر 100 ولا هي 10 برضه هتنتقل ازاي برضه؟ ازاي هيحسبها؟ قول يا ايمن، قول سؤال. استاذي طب احنا هون ليش نحن ما بنتلاعب بالكوست على مستوى الانترفيس؟ ليش انت تلعبت في تحت الـ OSPF جلوبالي؟ لان انا بناقش معاك كل الاحتمالات، لان انا بتناقش دلوقتي في الاحتمال ده وبعدين هاجي اتناقش في الاحتمال اللي انت بتقول عليه دلوقتي. اذا نحن اذا سويناها تحت اللي هي الجلوبال انترفيس فراح يطبق لك هي اياها على كل الانترفيسات اللي انت عندك. يس حلو، انت عندك ثلاثه اوبشن تتلاعب بيها دلوقتي. ممتاز. اسم موضوع الكوست، الاوتو كوست، الكوست نفسها تحت الانترفيس، والباندويث نفسها كقيمه. طب تعال نشوف 100 دلوقتي. 100 كان شايف 1011 بص كده، راوتر 100 دلوقتي في حاجه اتشالت من عنده. ليه حاجه اتشالت من عنده؟ اللي هي ال 30 10 اللي هو من ناحيه مسار 10. صح، انا عملت باس سيلكشن دلوقتي من ناحيه، شلت 10 وخليت 9 و8 الموجودين لان هم اقل كوست، لان الراجل ده لما كان بيحسب ب 100 على 10 كان بيديله 10 كان متساوي مع الناحيه دي ومع الناحيه دي. لما حولت الاوتو ريفرنس ل 200 و200 اتقسمت على 10 طلعت لي 20، اصبح هنا التوتال كوست كام؟ 1020 وكام؟ وواحد. صح؟ طب خليني احول اشيل 9 و8 من الموضوع، نشوف 100 هيشوف الكوست بكام؟ من ناحيه 10 بس. يعني انا لو جيت على راوتر 9 قلت له اقفل الانترفيس 02 شت داون، تعال على 8 كمان اقفلها، شت داون، يصبح مفيش قدام غير راوتر 100 غير راوتر كام؟ راوتر 10 بالكوست الوحشة بتاعته. نشوف 100 كده، لسه بس ما عملش ديتكت. بص كده هو راح ناحية، ما زال 8 موجود. لا انا قافل 8 او كده خلاص مش كده، رجع تاني المفروض يشوفها عبر 10
برضه ستيل 8 كده، رجع تاني 10. بص كده القيمة تغيرت من كام لكام؟ من 1000 و كام هم؟ فوق كان كام؟ كان 1011. طيب لو رجعت تاني الراوتر 10، مش هو حول التانل من الاول التانل كان 10000، لما انت غيرت الباندويتس ريفرنس خليته 2000، ال 2000 دي اتضافت هنا على راوتر 100، ال 2000 ضاف عليها 10 اللينكه دي وضاف عليها 1، يبقى كام؟ 2010 و1، صح كده؟ انتوا فاهمين ولا الدنيا ضايعه معاكم؟ 100 100. انا حاسس ان محمد فاهم. مصطفى؟ لا مش موجود. انت فاهم اللي احنا قلناها ولا انت ما كنتش قدام اللاب؟ عشان كنت قلت انا الصوت بقول لك، انت كنت معانا في الجزئيه دي ولا كنت ما كنتش قدام اللاب؟